قانون الرزق من أكثر ما يشغل بال البشر موضوع الرزق. من أين سأكل؟ من أين سأشرب؟ كيف سأطعم الأولاد؟ كيف سأدرسهم؟ وكأننا بطريقة غير مباشرة نقول بأن الرزق الإلهي هو المال والمال فقط، وهذا طبعا خطأ كبير. الرزق أحبتي ليس مالا فقط، بل هو أنواع عديدة تصل إلى العشرات بل وربما المئات. مثلا فتح أبواب الخير أمامك رزق، توفيقك لطلب العلم رزق، وجود أب وأم يعتنيان بك رزق، وجود إخوة وأخوات أشقاء لك رزق، حب الناس لك رزق، تفوقك في مجال ما رزق، تميزك بشيء ما كقوة الجسم مثلا أو حدة الذكاء رزق، جمالك أختي الكريمة رزق، صحتك أختي الكريمة رزق، وجود الذرية لك أو عندك رزق. ولو بقيت لساعات أعددها أحبتي فلن أنتهي، ولذلك أغلق علينا ربنا الحكيم هذا الباب بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذا السياق لعله من اللطيف أن ننبه إلى ما قاله الشيخ محمد راتب النابلسي في سياق التعليق على أنواع الأرزاق. بما معناه أنقل كلامه بتصرف، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك قوانين واضحة لمعظم الأشياء في حياتنا، مثلا في الكيمياء والفيزياء إلى آخره، في الرياضيات. النتائج في هذه العلوم ترتب على المقدمات. على سبيل المثال في الكيمياء، إن وضعت الكلور والصوديوم بنسب معينة بشروط معينة ينتج ملح طعام، مثلا الهيدروجين والأكسجين ضمن معايير معينة ينتج من اختلاطهما الماء. لكن في عالمي الصحة والرزق لا يوجد قوانين واضحة مرتبة مقدمات ونتائج وأسباب مثل الكيمياء والفيزياء، وذلك لحكمة إلهية. بمعنى على سبيل المثال، إن كنت ذكيا جدا ومحبوبا جدا ولك علاقات فلا يعني بالضرورة أنك ستصبح مليونيرا، أو إن كنت ذكيا جدا وثريا جدا ومتخصصا مثلا بعدة أنواع من الطب وتحرص طيلة حياتك على الطعام الصحي والغذاء المفيد، فلا يعني هذا أنك لن تصاب بالسرطان أو بالشيخوخة أو بالزهايمر أو فقدان الذاكرة. ولعل الحكمة فيها والله أعلم ألا نتكبر وأن نكون متواضعين مع الرزاق والوهاب الحقيقي. في هذا السياق قد يحسن بي أن أذكر هذه القصة التي وردت عن أحد الدعاء المصريين. خلاصتها ملياردير مصري من أهل الخير يذكر عنه هذا الداعية أن هذا الملياردير كان من أهل الخير كبيرا في العمر، وكان الله قد ابتلاه هو وزوجته، كلاهما قد ابتلي بالعقم، يعني لا ينجبان، ما بيجيهمش أولاد. لو هو طلقها أو هي طلقته وتزوج كل منهما، هو من امرأة هي من رجل، سبحان الله ما بيخلفوش زي ما بيقول بلغتنا إحنا. ربنا ابتلاه وابتلاها بالعقم هذا، وهو كبير بالعمر نسبيا وعنده أمراض عديدة جدا ويأخذ عدة أدوية. يسير في سيارته يوما ما بالشارع، سيارة فاخرة مرسيدس آخر موديل، سمع أحد الإخوة المصريين من هالجماعة الجالسين الغلابة المساكين البسطاء على الرصيف، وصلت إلى أذنه لهذا الملياردير العقيم بيقول أيوة يا عم دي الناس العايشة، أيوة يا عم دي الناس العايشة بقى. سمعوا نزل أراد أن يعطيه درسا في الفهم العقدي، نادى قال له تعال يا ابني، قال له أنا عايز أسألك سؤال. قال له يا ابني أنت بتاكل؟ قال له طبعا باكل. قال له بتاكل فول وطعمية؟ قال له الله، هو احنا لنا غيره؟ ما بناكلش غيرها، فول وفلافل يعني. قال له أنا ما أقدرش أكل لا فول ولا طعمية، عنده أمراض تعرفوا قضية أبصر إيش، دهنيات وكوليسترول ومش عارف كذا ونقرص وعديدة جدا، ملياردير لكن يشتهي الفول والفلافل أو الفول والطعمية. قال له عندك أولاد؟ هنا موطن شاهد انتبه. قال له أيوة. قال له عندك كم؟
قال له أربعة، قال له صحتهم إزاي؟ باللهجة المصرية بيقول له زي البومب، يعني بمعنى يعني يفترض يقول الحمد لله، لكن هكذا قالها، زي البومب يعني صحة تمام. قال له انتبه الآن، خط أحمر أخي الكريم. قال له تديني واحد من أولادك وديك سروتي كلها؟ قال له روح روح عني روح. قال له والله ما اديك ظفره، ثروتك يا ملياردير لا أبدلها بظفر ابني. وصلت الرسالة، وصلت الرسالة. أيوة عم دي الناس العايشة للصاخطين على أرزاق الله، عندك أولاد زي القمر، بنات زي القمر، عندك صحة، عندك ذكاء، عندك سمع، عندك مكانة، وفقط تنظر ليش جارك عنده مرسيدس أو عنده شقة أو عنده فيلا. ما هكذا توزن الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه نستوعب فعلا قانون الرزق ونحسبها صح. Da 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 da